الله يعطيك الف عافيه. اليوم في عندنا مقارنه بين الباور سبلاي سانشاين وباور سبلاي العايدة. طبعا مثل ما شايفين الواجهات نفس الشيء، المميزات نفس الشيء. هذا 5 امبير وهذا 5 امبير، تمام، 30 فولت الاثنين. طبعا الواجهات نفس الشيء. طبعا دائما نحن بنقول انه المعمل بيكون واحد، المصنع بيكون واحد، ولكن كل شركه بتختار انت حسب الكواليتي اللي بدك اياه، قديش بدك تدفع بيعملوا لك، قديش بدك مثلا حسب المبلغ اللي بدك اياه بيعملوا لك الكواليتي. فاليوم مثل ما شايفين الواجهات نفس الشيء، تمام، بس ولكن اليوم راح نصور لكم من جوا الفرق. شوفوا عندنا الباور سبلاي العايده مثلا، هلا بالنسبه لل شو اسمه للترانس تقريبا نفس الشيء. عندنا بالنسبه للوزن 4 كيلو و250، 4 كيلو يعني فرق بسيط بالوزن، ولكن الباور سبلاي سانشاين مشغول عليه اكثر من الباور سبلاي العايده، تمام. يعني في فرق بالسعر، ولكن كمان في فرق بالكواليتي. يعني انت كشركة فيك مثلا تختار اللي بدك، يشوفوا ترانزستورات. يعني نحن لما حتى ننصح شخص بنعرف داخلية الباور سبلاي شو بيحتوي، شوفوا ترانزستورات بالباور سبلاي السانشاين مثلا، شوفوا المكثف الباور سبلاي شو اسمه السانشاين، وشوفوا بالعايدة كيف بيجي، تمام. يعني نظريا نحن لسه ما فتنا بالتفاصيل الكثيرة. كمان راح نصور، شايفين شوفوا مثلا موضوع الحمايات والترانزستورات المكثفات، شوفوا الباور سبلاي سانشاين مشغول عليه مزبوط. شوفوا في الباور سبلاي العايده، يعني نحن في عنا خفيف، طبعا ناس بدها شيء خفيف وفي ناس بدها شيء مرتب وشيء تقيل. فنحن لما اي شخص بده شيء مرتب او اي شيء نحن بنعرف شو داخلية الباور سبلاي. اما بيجيك واحد بيقول لك لا ما نفس الشيء، ما نفس الشكل ومن معمل واحد، اوكي ممكن يكونوا من نفس المعمل، ولكن في عنا اختلاف بالشغل. يعني المعمل بيعطيك كواليتي 50%، المعمل بيعطيك كواليتي 70% او 100% حسب اختيارك.